بحث وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة أمس الثلاثاء بالرباط مع وزير المقاولات العمومي الإثيوبي جيرما أومنت سبل تعزيز التعاون بين المغرب وإثيوبيا في مجال النقل. وبهذه المناسبة قال الوزير الإثيوبي إن اللقاء يأتي بعد الزيارة التي قام بها الوفد الإثيوبي لميناء طنجة المتوسط والتي مكنت من استكشاف فرص تقوية التعاون المغرب الإثيوبي. وقعنا خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس لإثيوبيا السنة الماضية على اتفاقية تعاون تتعلق بتطوير الموانئ والصناعة، وعلى الرغم من أنني ناقشت هذا الأمر مع المسؤولين بميناء طنجة المتوسط إلا أنني أود مناقشته مع الوزير أيضا، وذلك من أجل إعطاء دفعة لهذا المشروع الذي نرجو أن نطلقه في أقرب أجل ممكن. This project so that it will be implemented as soon as possible. من جانبه ذكر عبد القادر عمارة بتوقيع البلدين على العديد من اتفاقيات التعاون، معربا عن أمله في بروز مجالات عديدة للتعاون بين البلدين لا سيما في مجال النقل. اللقاء اللي استعرضنا فيه اولا الاتفاقات اللي كاينه مع طنجة المتوسط، واللي بطبيعة الحال الامور غادية الحمد لله يعني بواحد الشكل حثيث. كاين كذلك المشروع مع المكتب الشريف للفوسفات اللي هو كذلك بطبيعة الحال منطلق، وكانت هناك نقاشات حول الإمكانيات ديال التعاون في المجال ديال الطرق، في النقل الطرقي وكذلك في مجال ديال النقل السككي. وكان الوفد الإثيوبي قام أول أمس الاثنين بزيارة لمركب الميناء طنجة المتوسط لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين لا سيما ميداني الطرق والسكك الحديدية.